عودة للاحتجاجات والخروج في المهرة، ليس للتنديد هذه المرة بالوجود العسكري السعودي في المحافظة كما جرى عليه الحال منذ أكثر من عام، بل لمطلب آخر متعلق باحتجاز محافظ سابق من قبل السلطات السعودية. المحتجون قالوا إن محمد عبد الله بن كدة وزير الدولة الحالي ومحافظ المهرة السابق منع من مغادرة الرياض على خلفية موقفه من تواجد القوات السعودية في المهرة، فيما أكدوا أن الوزير موجود في السعودية منذ 3 أشهر بعد استدعائه من الرئاسة اليمنية ولم يسمح له بالعودة إلى المهرة أو حتى الخروج من الرياض. وقفة احتجاجية من أبناء محافظة المهرة في العاصمة المهرة الغيظة، وذلك تضامنا مع الأخ الوزير محمد عبد الله كدة، وذلك لسبب منع السلطات السعودية بمنع من السفر من المملكة العربية السعودية. أبناء محافظة المهرة الذين توافدوا من جميع مديرياتها إلى عاصمة المحافظة الغيظة طالبوا بسرعة التدخل ورفع الإقامة الجبرية على وزير الدولة، رافعين لافتات تدعو قيادة المملكة بسرعة السماح له بالعودة إلى اليمن. وعلى الرغم من أن الوزير بن كدة أجرى اتصالات مع قيادات في الحكومة أشتكى خلالها من منعه من مغادرة الرياض كما أكدت المصادر، إلا أن الحكومة لم تدلي بتصريح عن القضية. سابقة إذن يصفها أبناء المحافظة ووجهاؤها بالخطيرة والتي تستهدف الشرعية وتمس أبناء المهرة على وجه الخصوص.